بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ عصام العمري من السعودية، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. الله يعافيك ويسلمك. والله في البداية بدنا نعرف كيف تعرفت على شركة المحيط. والله تعرفت أنا عن طريق واحد من الشباب، ما شاء الله مدحني الشركة وقال لي ما أنت رايح أسأل الشركة دي حيخدموك، إن شاء الله ما حيقصروا معك وبيض الله وجهك، ما قصر. الله يعافيك إن شاء الله. تقييمك لأداء شركة المحيط وأداء موظفيها بداية من التراسل معهم بالواتساب؟ طبعا ما شاء الله عليهم كانوا جدا متفاعلين معي عن طريق الواتساب وما قصروا، يعني من يوم ما كلمته ضبطوا البرنامج ووصلوا لي وحولوا وعديت عليه أكثر من مرة، كان تفاعله جدا رائع معي ما شاء الله. الاستقبال في المطار؟ حتى الاستقبال في المطار كان جدا جميل، يعني أول ما خرجت على طول لقيت لوحة في اسمي، قابلت الشخص تفاعل معي بطريقة سريعة، أعطاني الشريحة والسيارة كانت جاهزة ما قصر، شال الشنطة حقتي، فتفاعلكم والله تشكرون عليه جدا. الله يعافيك ويسلمك. سيارة السواقين؟ من ناحية السيارة تفاجأت إنه كانت يعني قمة في النظافة ما شاء الله عليهم، حتى السواقين نفسهم أخلاق في التعامل ودودين، حبيت أروح مكان غير الخطة اللي إحنا واضعينها ما يقصر معايا، متعاونين جدا ما شاء الله عليهم. فشيء تشكر عليه شركة المحيط، وبالعكس الواحد يسعد جدا انه يتعامل مع شركتك. الجولات السياحية؟ الجولات السياحية ما شاء الله كانت جميلة جدا، يعني احلى ما فيه انه حتى اغلب السواقين كانوا عارفين بعض المعلومات عن الاماكن اللي انا رايح لها، بيعطيني معلومات، بيعطيني اشياء جميلة، فحاجة جدا اكثر من رائعة. نوعية الفنادق؟ نوعية الفنادق، الفنادق على حسب اختيار الشخص وعلى حسب اللي يجوا، والشباب جدا متفاعلين، نوعيات جدا راقية. كلها 5 نجوم تم في التعامل يعني. الصعوبات التي واجهتك؟ بعض الصعوبات اللي واجهتني انه بعض لما ترسلوا لي الرسائل حق الاشخاص نفسهم ترسلوا لي رقم معه، اجي اتواصل مع الرقم اكتشف ان الرقم مغلق، هذا فابدا انتظر لين يتواصل معي الشخص، وما شاء الله على طول تصل لي رساله بعد بنص ساعه بيتواصل معي السواق نفسه عشان ياكد انه متى الموعد بكره ومتى حاب يمر. يمكن هذه أكبر صعوبة والباقي ما شاء الله. كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة طبعاً أنصح الجميع ما شاء الله شركة المحيط شباب يعني زي العسل والله، لا من ناحية التعامل ولا من ناحية الأخلاق، يعني حتى واجهتني مشكلة إنه كان عندي في الطيران في مشكلة ما حجزت، فأول ما تواصلت معهم خلال نص ساعة ما شاء الله حلوا لي المشكلة على طول، ظبطوا لي الحجوزات وأرسلوا لي التأكيد عن طريق الواتساب، شغلهم كان جداً أكثر من رائع، فأحب أشكركم جدا يا شركة المحيط، وإن شاء الله نحاول نعمل لكم دعاية في السعودية إن شاء الله. إن شاء الله ونعاودها مرة أخرى إن شاء الله. معنا فروع في سنغافورة وفي سريلانكا وأندلسيا. بإذن الله إذا كان في فرصة إن شاء الله وماله. نتشرف والله نتعامل مع شركة زي كذا. الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله، وفرصة سعيدة. إن شاء الله وأنا أسعد والله بإذن الله. وإن شاء الله توصل إلى بلدك بالسلامة. بإذن الله بإذن الله. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، ما قصرت، بيض الله وجهك. الله يعافيك.